عمرو السوليه، عاشور الطاقي، محمود عبد الحكيم، احمد عيد، جودون وابو كوني. ده فريق الاسبوع هذا الاسبوع مع كره النهارده ومع مدرن كوره. بالمناسبه احمد ديودار ورضا العزب هيكونوا ضيوف الزميل العزيز محمد شبانه في حلقاته في برنامج كوره اونلاين اللي هيكون موجود معاكم ان شاء الله في تمام الساعه 9. نعود الى الكابتن حسام البدري، متوقع دوري سخن السنه دي؟ صح؟ اكيد اكيد، يعني الدوري كل سنه بيزداد صعوبه، وبنشوف يمكن دخول انديه المؤسسات والانديه اللي عندها قدرات، وشفنا يعني بتفق مع التقرير برضو نادي وادي دجله يمكن في اول لقاء ليه بيظهر بشكل جيد جدا. مش عاوزين نتسرع، لكن واضح ان فريق منظم، واضح ان فريق عنده لعيبه جيده، واضح ان هو برضو من الفرق المميزه اللي هتكون موجوده السنه دي في الدوري. يعني هل في مفاجآت ممكن نشوفها السنه دي يا كابتن حسام؟ يعني السنه اللي فاتت الانتاج الحربي فاجئنا، دخل سادس او سابع، الناس كانت دايما تتوقع انه الصاعد انه يهبط. شايف ان المفاجآت ممكن تستمر من الفرق الوافده الجديده، وقصه الهبوط هتبقى صعبه جدا السنه دي؟ هتبقى صعبه جدا. يعني قصه الهبوط هتبقى صعبه نتوقع، يعني ولان زي ما انا بقول في فرق عندها امكانيات بتنضم للدوري العام، وفي نفس الوقت مش عاوزين نتسرع لما نشوف الملامح بعد ثلاث اربع جولات كده، لكن انا بقول ان ممكن تبقى في مفاجآت، مفاجآت في صعوبة الهبوط، مفاجآت بالنسبة للفرق الكبيرة برضو، ممكن تبقى فيه هبوط للفرق الكبيرة، بعض الفرق الكبيرة. فالدوري وارد فيه كل شيء، وانا بتوقع دوري صعب السنة دي. كتير قوي سألوني عن أمير سعيود، يعني اللي بشوفه في التمرين بشوف لعيب موهوب زيادة عن الحد يعني، لكن حتى الآن لم يحصل على فرصته رغم أنه السنة اللي فاتت راح الدوري الكويتي وتألق وصممته على إعادته مرة أخرى. هل في فرصة أنه يحصل على فرصة هذا العام؟ أنا كنت بتكلم معاك في الفاصل بشيد بأمير، بقول لك يمكن امبارح وأنا بفكر في التغييرات كنت بفكر في أمير في بعض الأوقات، فكرت التكتل طبعا لكن كانت العملية أن أنا ملعبش براس حربة كانت صعبة جدا في ظل التكتل الموجود، لكن في وقت فكرت في أمير سعيود نتيجة إمكانياته وقدراته، وإن شاء الله هيبقى ليه دور معانا السنة دي، لأن هو السنة دي حتى بيظهر بشكل مختلف خالص. يمكن الفترة اللي أضاف الكويت برضو أضافت له كتير نتيجة كم المباراة اللي لعبه، يعني كم المباراة اللي لعبه أضاف له كتير جدا، فإن شاء الله هيبقى ليه دور معانا، وكان موجود معانا امبارح هو. كابتن حسام، مش قلقان من غياب الجمهور عن المدرجات؟ يعني هي صحيح عشان بس الناس ما تظلمش، فالاسماعيلي كانوا موجودين بقوه، في حرس الحدود في السوبر كانوا موجودين بقوه، لكن مع افتتاحيه موسم افتتاح الدوري ومدرجات الاهلي شبه خاليه امام اتحاد الشرطه، شايف انه الجمهور بيعملوا فرق؟ بيعملوا فرق جدا، فرق كبير جدا طبعا لما يبقوا موجودين الجمهور بالكثافه اللي احنا شفناها زي ما انت بتقول في ماتش الاسماعيلي وماتش الحرس، يمكن كان ليهم دافع او ليهم عامل كبير جدا، يبقى في دافع عند اللعيبه برضه بالتصميم على الفوز، وده واضح يعني ان تاثير الجمهور بيبقى ليه تاثير كبير جدا على اللاعبين. فاتمنى ان شاء الله باذن الله نشوفه في الفتره الجايه، لان فعلا بيأثر على اللعيبه بشكل كبير جدا. يعني ايه اللي انت طالبه من الجمهور؟ لانه حصل مشادات وحصل مشاكل وحصل خلافات، ومن اهم يعني مصادر قوه النادي لازم تقول جماهيره. ايه اللي ممكن تنصحه بيه او اللي ممكن تطلبه منه؟ انا شايف الامور بسيطه جدا، يعني انا شايف ان هو لو تم التنسيق ما بين الجمهور والجهات المسؤوله على اساس ايه الشروط اللي هي مطلوبه، تمام، وفي نفس الوقت الجماهير تلتزم بالكلام ده، انا مش شايف هيبقى فيه اي مشاكل. وفي نفس الوقت ممكن الجماهير يعني كل الافكار اللي عندها تتم بشكل فيه تنسيق وفي شكل ما يبقاش فيه اي مخالفات. فانا شايف بس العمليه عاوزه تنسيق ما بينهم وبين الجهات المسؤوله بس. انا شايف كده، انا يعني هاخد بس بعض التليفونات لان ناس كتيره جدا عايزه تعمل مداخلات من البدايه، واحنا قلنا ناجلها للجزء الاخير من الحلقه. احمد، مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا كابتن احمد، اهلا بيك، اتفضل يا ابو حميد. وحضرتك نورت طبعا الشاشه. اشكرك بعد فتره الغياب دي كلها. اشكرك، اتفضل يا ابو حميد. بحبك وبنحترمك. الله يخليك. ومنور كابتن برضه حسام بدري. الله، اهلا وسهلا، الله يخليك. انا مشجع زملكاوي وبحترمه جدا وبحبه جدا. اهلا وسهلا. عشان هو راجل محترم، وانا بتكلم عن الزمالك بيتكلم بطريقه محترمه في اي وقت بيتسال فيه عن نادي الزمالك. وبنقول له مبروك على الصفقات الجديده اللي انت جبتها، والصفقات اللي احنا جبناها برضه، هو جاب صفقات سوبر، احنا جبنا صفقات لعيبه نفسها تبقى كبيره في الملعب ونفسها تنضم للمنتخب الوطني. واكيد هي عايزه تدي الفتره اللي جايه. عندك تساؤل يا احمد للكابتن حسام؟ والله انا التساؤل بس خاص بالمباراه بتاعت حرس الحدود والزمالك. والضربه الجزاء الاولانيه يا كابتن كان فيها كلام كتير جدا. بس الحمد لله احنا كنا بنلعب قدام فرقه. احمد، ترشح مين للفوز بالدوري؟ اهلي، زمالك، اسماعيلي او فريق اخر؟ والله
في الكابتن هو الاهلي نزله مساحته اكبر مع اني مشجع زملكاوي. شكرا يا ابو حميد. محمد مساء الخير يا محمد. مساء النور يا كابتن احمد. اهلا بيك يا محمد اتفضل. اهلا بيك يا كابتن احمد، الف مبروك على القناه الجديده. اشكرك اتفضل يا محمد. بسلم على سؤال حسام البدوي اللي عنده سؤالين لو سمحت. يلا بسرعه. بالنسبه لي تم الاستغناء عن جيلبرتو مع ان عندنا مشكله في الجبهه اليسرى. تمام. واحد الثاني، السؤال الثاني، ليه امبارح كان مصمم يخترق من الجناب مع ان كابتن طلعت كان مقفله، او ليه ما فكرش يخترق من العمق ينزل كابتن يبتدي محمد ناجي جده مهاجم ويبتدي يخترق من وسط الملعب ينزل ثاني على لعبه. شكرا محمد. احمد مساء الخير. احمد مساء الخير يا كابتن شوبير. مساء الخير يا احمد اتفضل. الف مبروك على البرنامج بتاع حضرتك. الله يبارك فيك اتفضل يا ابو حميد. انا بحب اقول اشكر كابتن حسام على المجهود اللي عامله معانا الموسم اللي فات الموسم ده، واعتقد الصفقات الجديده هتدعم النادي الاهلي كتير وخصوصا حسام غالي. نعم شكرا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا. محمد مساء الخير. محمد كابتن شوبير اهلا يا محمد اتفضل. احب بس يا كابتن شوبير اوجه بس يعني ايه نقطتين اقولهم بس. يلا واحد. حضرتك كابتن شوبير بدا من التلفزيون المصري والحياه وبعد كده مودرن، حاجه بترجع اقوى مما كنت. الله يبارك فيك شكرا جزيلا يا محمد. وبالنسبه لكابتن حسام بدري ما لحقناش ناخد سؤاله للكابتن حسام. جيلبرتو كنت سالتك محمد تاني. معلش يا كابتن متاسف. محمد اتفضل يا محمد. طيب يا باشا اتفضل يا محمد. صح حضرتك. طيب اهلا بيك وصحه وسلامه. اتفضل يا محمد لو سمحت ممكن اكلم كابتن حسام. اتفضل قول عايز اساله تقول ايه يا محمد اتفضل. انا بس عايز اقول لك حضرتك طيب. وانت طيب يا السوس كلها بتحبك. الله يخليك. وبنشجعك طبعا، وبصراحه ما يهمكش اي حاجه من كلام الناس دي. وانت متوجه بالخير ان شاء الله. ربنا يوفقك. ربنا. شكرا محمد. دي مكالمه سوسيه غاليه. طبعا. وانت بلدي. بلد الغريب. بلدي. فكر الله يجالي اكثر من تليفون النهارده لما اعلنت ان حضرتك معايا كانوا فرحانين جدا. سؤال تاني عن جيلبرتو. احنا جاوبنا على موضوع جيلبرتو. يعني ما فيش. هو سافر ولا لسه؟ مش لاقي نادي انا عارف. لا هو بس قريب هيبقى في انجولا، بس اعتقد ان في عرض. هيعود لانجولا؟ هيعود لانجولا غالبا. لكن في عرض من الكويت لسه بندرسه وان شاء الله ربنا يسهل. وانتوا مش علاقتكم بيه انتهى؟ لا التنسيق ليه؟ احنا بننسق ليه طبعا. بننسقوا ليه؟ طبعا. بتحترموه قوي يا كابتن جدا حسين. طبعا. تاريخه معانا وعطائه معانا. فلابد يبقى فيه كل المساعده، ودي كانت حتى يعني مش مننا بس. يعني احنا عاوزين كده، ولجنه الكوره اثرت على الكلام ده كمان. هل امبارح ادرت المباراه بشكل مش ايجابي او مش راضي عنه؟ انا لا انا راضي عنه تماما، لكن يمكن الاخ اللي قال لك من الجناب التكتل اللي كان موجود، احنا كنا بنحاول من الجناب وبنحاول من العمق يا اخ احمد او كده محمد والعمق دليل على كده ان انا حتى بقول لك انا كنت بفكر في امير سعود، لكن فضلت ان يبقى في راس حربه غدار، فده من العمق يا محمد. يعني محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن شوبير. اهلا محمد اتفضل. منور شاشه التلفزيون. اشكرك يا فندم. اعتقد ان دي بدايه مبشره للمودرن كوره، واعتقد برضو انها سبوت لايت في حياه حضرتك ان شاء الله دايما في توفيق باذن الله. باذن الله اتفضل يا محمد. كابتن حسام احنا مش زعلانين على العدل امبارح، عشان احنا خسرنا نقطتين. بس احنا مش عارفين، احنا كل الناس كده متهيألي المفروض تبني حيطه قبل ما تلاعبنا يعني. ما ده قدرنا. معلش ده قدرنا. معلش ده قدرنا. طيب اخر مكالمه محمد. شكرا محمد. محمد اخر مكالمه اتفضل. محمد الو يا محمد. طيب انا عندي اسئله سريعه جدا لان انا وقتي خلص. صار. اخذنا نص ساعه زياده. بنعم ولا الان على مسيره الاهلي رغم التعادل مع الشرطه امبارح؟ لا. لو جوزيه عاد لتدريب النادي الاهلي ممكن تبقى رقم 2. افكر. الشبيبه فرصه لعوده المياه المجاريه بين مصر والجزائر؟ اكيد طبعا. اكيد نعم. الاهلي المرشح الاول للفوز ببطوله افريقيا؟ ربنا يسهل. مسيرتك كلاعب ممكن تعوضها كمدرب؟ نعم. واحد من ثلاثه بس، اختار واحد من ثلاثة. انتظروا تألق هذا النجم مع الأهلي هذا الموسم: غالي، شوقي، غدار.